ونبقى مع الهلال الأحمر الإماراتي، فضمن احتفاله بالذكرى السنوية 34 لتأسيسها، كرمت الهيئة الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية الداعمة والمساندة لبرامج هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومن بينها تكريم مؤسسة الشارقة للإعلام، وذلك تقديرا لجهود المؤسسات الإعلامية في تعزيز المسيرة الإعلامية. مبادرات إنسانية وتنموية عملت على إنجاحها جهات ومؤسسات إعلامية هادفة كانت محط أنظار وتقدير من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث كرمت الجهات الداعمة لها في مشاريعها الإنسانية إيماناً بجهودهم في إظهار مجالات العمل الإنساني وتبني أفضل الممارسات وصولاً للأهداف العليا التي تعمل في إطارها تلك المؤسسات الإنسانية العريقة. بل ما نحن في صدده اليوم هو تكريم الإعلاميين اللي شاركوا معنا واللي عكس الصورة واللي تواجدوا معنا في أكثر الأماكن سخونة وأكثرها تعقيداً، سواء في اليمن، سواء في السودان، سواء في كذلك مخيماتنا في اليونان والأردن وأربيل العراق، تواجدوا معنا صراحة وعكس الصورة اللي نحن كنا نتمنى أن يعكسونها. التكريم شمل جميع المؤسسات والجهات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، بالإضافة إلى الإعلام الجديد، نظراً لأهمية الإعلام في نقل الرسالة الإنسانية العالمية وكشريك داعم للهيئة في تحركاتها الميدانية ومبادراتها النبيلة من أجل الإنسان وحقه في العيش والحياة أينما كان. وخلال الحفل اجتمعت الجهات المشاركة على أن المؤسسات الإعلامية لن تدخر جهداً في تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها، ولن تتخلف عن أداء دورها الوطني وواجبها الإنساني وتحقيق تطلعات هيئة الهلال الأحمر في خدمة المجتمع في عام الخير وفي كل عام. جاء هذا التكريم عرفاناً بالجهود والإنجازات المثمرة للمؤسسات والهيئات الإعلامية الداعمة لمسيرة الهلال الأحمر الإماراتي، والذي يأتي تحقيقاً للمبادئ السامية في نشر العمل الإنساني في جميع بقاع الأرض. لأخبار الدار، هدى سالم، أبوظبي.